وشوت وهدف تاني وهدف تاني. بقول لك قرب عشان ما يشوتش، لانه عنده النيه والمكان ده يطمع اي حد بيعرف يشوت. اقنع معتز انه ما يشوت بشماله وراوغ بيمينه، ومن مسافه 32 34 يارده يطلق صاروخ على يسار اللاعب وحارس المرمى امير عبد الحميد. بص يا جماعه، المكان ده يطمع اي شويط. عمل انه يشوط امير عبد الحميد، طول راح معتز اينو، امير عبد الحميد راح معاها، لكن صعبه جدا جدا جدا. يمكن يحسب على امير انه حاول يروح لها بايدين الاثنين، لو ايد واحده اللي هي الايد العكسيه ممكن تروح اقرب، لكن اعتقد برضه صعبه حتى لو كانت الايد العكسيه. في النهايه 2-1 لصالح برشلونه في الدقيقه 42. انا بقول باقل جهد نجحوا في التقدم، ثم بأقل جهد نجحوا في